مدينة الفلوجة ثاني أكبر مدن الأنبار بعد العاصمة الرمادي والمدينة العراقية الأولى لتقع تحت سيطرة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية. وبعد مرور أكثر من سنتين من سيطرة التنظيم عليها انطلقت عمليات استعادتها تحت مسمى كسر الإرهاب التي يشارك فيها الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر بدعم من طيران التحالف الدولي. مهمة الحشد الشعبي اقتصرت في هذه العملية على تطويق المدينة، فيما تولت القوات العراقية وأبناء العشائر عملية اقتحام المدينة تحت إشراف ميداني من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي أرسل توجيهات إلى القطاعات العسكرية بالحفاظ على حياة المدنيين والممتلكات العامة والخاصة. وتتقدم القوات من ثلاثة محاور، جنوبي وشرقي وشمالي، فيما تتكتم السلطات على تفاصيل أكثر عن العملية لأسباب أمنية وعسكرية. وعلى الرغم من أن الهجوم بدأ مؤخرا فقط، إلى أن القوات الحكومية العراقية تحاصر المدينة وضواحيها منذ عدة أشهر. وكانت الفلوجة التي تقع على بعد 50 كيلومترا غربي العاصمة بغداد قد سقطت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في شهر يناير كانون الثاني من عام 2014. وبعد مرور 6 أشهر أعلن التنظيم المتطرف ما سماه دولة الخلافة التي تمتد على مساحات واسعة من سوريا والعراق. وقد حذرت الأمم المتحدة من مغبة بقاء السكان عالقين في داخل المدينة الذين قدرت أعدادهم ب50 ألف مدني، كما يتعرض الذين يحاولون الخروج منها إلى مخاطر كبيرة بعد انتشار قناصين في الشوارع لمنع الناس من مغادرة المدينة. وزرع مسلحو التنظيم الألغام في داخل المدينة وعلى أطرافها لمنع الجيش من دخولها. كذلك حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تداعي الأوضاع الإنسانية في الفلوجة في ظل شح شديد للأدوية والمعدات الطبية وقيود كبيرة على إمدادات الغذاء والمياه. وتشكل خسارة الفلوجة ضربة موجعة للتنظيم، إذ تعتبر استعادتها الحجر الرئيسي للمعركة الأهم، وهي عملية استعادة الموصل كبرى مدن العراق وأحد أكبر معاقل التنظيم في المنطقة.